تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من الاتجاه شمالا. الموضوع الاول في هذه الحلقه يتعلق بالحوادث الارهابيه التي شهدتها الدول الاوروبيه خلال الاسبوع الماضي، فنلندا واسبانيا وايضا فرنسا. ضربات الارهابيه اثبتت انها ما زالت مستمره، وان الارهاب والعناصر الارهابيه والجماعات المتطرفه تختبئ داخل العواصم الاوروبيه بشكل او باخر، مما دعا الحكومات الاوروبيه الى اتخاذ مواقف جازمه من اجل التوصل الى حلول قد تكون جذريه مخابراتيه تتسق مع الوضع الحالي، خاصه انه عواصم اخرى اوروبيه ما زالت تتعرض الى تهديد من قبل الجماعات الارهابيه. في الجزء الثاني نعرض لزياره وزير الخارجيه المصري سامح شكري لكل من روسيا وليثوانيا واستونيا. فاصل ونعود. دائما نبدأ بجولة سريعة لأهم الأخبار، لأنه طبعا الولايات المتحدة الأمريكية قررت، أو الكونجرس الأمريكي قرر أنه يخفض المساعدات إلى مصر، وفي المقابل وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيان أعربت فيه عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بتخفيض بعض المبالغ المخصصة، وده في إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري. وزارة الخارجية اعتبرت الإجراء الأمريكي سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية اللي بتربط بين البلدين على مدار عقود طويلة، وأضافت أنه الإجراء بيفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصري، واعتبرت أن الخفض بيعد خلطاً للأوراق بشكل قد يكون له تداعيات سلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية. الخارجية أكدت كمان تقديرها للتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام 2017، وقالت أنها تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التي يمثلها لتحقيق مصالح الدولتين والحفاظ على قوة العلاقة فيما بينهما. الكرملين يصدر بيان يقول فيه إن زعماء روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا عقدوا حوارا عبر الهاتف يوم الثلاثاء، أيدوا فيه تماما وفقا لمقترح خاص بيهم وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد هناك. الكرملين يقول إن من المتوقع أن تعلن مجموعة الاتصال المشاركة في المحادثات بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا عن وقف تام لإطلاق النار هناك. للمرة الأولى منذ تولي السلطة في فرنسا الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند يوجه تحذيرا شديدا إلى الرئيس الحالي أو الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون، ويحث فيه على عدم الذهاب بعيدا في إصلاح سوق العمل المرتقب في سبتمبر القادم. الرئيس الاشتراكي دعا سلف الوسطي الذي كان مستشاره القريب ووزير الاقتصاد خلال ولايته إلى عدم الطلب من الفرنسيين تقديم تضحيات غير مفيدة، دعا كمان إلى عدم جعل سوق العمل مرنا أكثر مما عملنا نحن في هذا المجال خوفا من الوقوع في التعثر. ده أولاند اللي بيقول. التحذير جه في اليوم اللي بدأت فيه الحكومة إرسال اقتراحاتها لإصلاح قانون العمل إلى النقابات وأيضا ممثلي أرباب العمل. إذن هو بشكل أو بآخر بينتقد السياسات الاقتصادية للرئيس الجديد إيمانويل ماكرون، وخاصة فيما يتعلق بقانون العمل الجديد. ألمانيا سجلت ارتفاعا جديدا وغير مسبوق لعدد طالبي اللجوء الأتراك خلال شهر يوليو الماضي، وده حسب وزارة الداخلية اللي ردت على طلب إحاطة لكتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني. ذكرت وزارة الداخلية الألمانية في ردها على طلب إذن إحاطة للكتلة البرلمانية لحزب اليسار إنه عدد طلبات اللجوء المقدمة من الأتراك بلغت في يوليو الماضي فقط 620 طلبا مقابل 433 طلبا في يونيو الماضي و490 طلبا في مايو الماضي. بوجه عام ارتفع إذن عدد طالبي اللجوء الأتراك في ألمانيا، وده عقب محاولة الانقلاب العسكري
الفاشلة في تركيا الصيف الماضي، بما يندر إذن أنه هناك هروب أو نزوح من تركيا، وده نتيجة لتدهور طبعا الديمقراطية في تركيا من قبل رئيسها أردوغان. طيب إذن نصل بكم إلى الموضوع الرئيسي في هذه الحلقة، وهو الإرهاب في أوروبا. ضربات إرهابية متتالية ومتوالية ضربت عواصم هامة وكبيرة في أوروبا، في فرنسا، في أسبانيا. أسبانيا كانت برشلونة، ما كانتش عاصمة، ولكن يعني ضربت أسبانيا بشكل عام طبعا، لأنه كون برشلونة لها أهمية كبيرة جدا بالنسبة لأنها مورد دخل السياحة كبير إلى أسبانيا، بالإضافة طبعا إلى فنلندا. نتابع أولا هذا التقرير ثم نعود لكم لنظرة أكثر شمولا وتحليلا في هذه الحلقة المتجهة شمالا، ابقوا معنا. كشفت الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في عدة دول أوروبية عن مدى قدرة التنظيمات الإرهابية على اختراق الإجراءات الأمنية المشددة وتنفيذ عمليات إرهابية غير متوقعة باستخدام تكتيكات إرهابية غير تقليدية مثل الدهس بالمركبات في المناطق المكتظة ومراكز الجذب السياحية. وربما لم تشهد أوروبا هجمات بهذا المعدل خلال السنوات الماضية، بينما تعرضت خلال ساعات إسبانيا وفنلندا وألمانيا وروسيا لحوادث دهس وطعن، قتل وأصيب خلالها العشرات. ولفتت الاعتداءات الجديدة الأنظار إلى استراتيجيات جديدة للإرهاب في أوروبا، فقد بدأ أن المتطرفين يسعون إلى مباغتة القارة بأهداف جديدة لم تشهد من قبل أعمال إرهابية، ويلجؤون في الوقت ذاته إلى أسهل وأرخص الطرق لتنفيذ عملياتهم. فرغم عشرات الهجمات التي شهدتها أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية، ظلت دول مثل إسبانيا وفنلندا بعيدة عن عين الإرهاب، حتى تم تنفيذ يومي الخميس والجمعة الماضيين 3 هجمات في برشلونة وكامبرس وتوركو، حيث تعد هذه الهجمات الإرهابية هي الأولى من نوعها في إسبانيا منذ تفجيرات قطارات مدريد عام 2004. أما الإرهاب السهل والرخيص الثمن فلم يعد يحتاج سوى إلى مركبة تدهس المارة في مكان عام أو سكين يطعن أكبر عدد ممكن من الأشخاص. ويكشف مشهد تكرار حوادث الدهس والطعن والتفجيرات في العديد من عواصم ومدن أوروبا عن مدى كثافة وتنوع الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها القارة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الأمنية في الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين واليقظة ضد قيام أي أعمال إرهابية من شأنها تعكير صفو تلك الدول والتصدي لمثل هذه الهجمات واستباقها. معنا اليوم في استوديو الاتجاه شمالا إذن السيد خالد عبد الخالق، الكاتب والباحث السياسي. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، وأهلا بحضرتك، وبرحب أيضا من باريس بالأستاذة فابيولا بدوي المحللة السياسية. مساء الخير وتحياتي لحضرتك. أستاذ خالد، أهلا بك. البداية مع حضرتك، ومع زي ما تابعنا في التقرير سهولة استخدام السلاح اللي بيقوم به هؤلاء المتطرفون في عملياتهم الإرهابية، يعني أصبحت العملية مش غير مكلفة ولا حتى تستدعي انه يبقى في ترتيبات خاصة قبلها، دي عملية دهس او عملية طعن بسكين. كيف او ماذا بوسع السلطات الامنية في هذه الدول ان تقوم به؟ هو الملاحظ على العمليات الارهابية الاخيرة اللي شهدت عدد من الدول الاوروبية ان حصل فيه تغير في استراتيجيات تلك العمليات الارهابية من جانب العناصر اللي بتقوم بها. أول تلك التغييرات اللي هي إن أصبحت فكرة اللي هو عملية الشخص واحد اللي هو ما يسمى في الأدبيات اللي هو الذئب المنفرد، اللي بيقوم بالعملية من تلقاء نفسه. يعني كان الأول كان بيكون وراه في فكرة تنظيم كامل، بيتم إعداد وتجهيز مسرح العملية، بيتم مثلا جلب المتفجرات من مكان، السلاح من مكان وما إلى ذلك. لكن أصبحت الآن العملية بيقوم بها يمكن شخص واحد أو شخصين. دي السمة الأولى. السمة الثانية أن لوحظ أن عاد في الأشقاء، يعني عدد العملية عدد بيكون فيها أخ أو اتنين، يعني شقيق المنفذ العملية بيكون معاه شقيقه أو بيكون معاه يعني قريبه سواء ابن عمه أو ما إلى ذلك في تلك العملية. وده حتى يعني بيفرض عدد من التساؤلات اللي هي فكرة عملية اللي هي العائلات المهاجرة في الدول الأوروبية.
هل كان في الماضي كان بيقال ان مثلا ان شخص واحد في العائله هو مثلا يعتنق فكر جهادي متطرف، لكن دلوقتي الان اصبح مثلا ممكن تلاقي في العمليه الارهابيه قام بيها مثلا اخ او يعني اخ يعني اللي هو سواء الارهابي ومعاه اخوه او معاه احد الاقرباء ليه، حتى وده حتى ظهر جليا في العمليه الاخيره اللي حصلت في برشلونه في اسبانيا، ان لوحظ ان في اكثر من اخ في العمليه في تلك العمليه الارهابيه. الامر الاخر ان العمليات الارهابيه اصبحت الان زي ما حضرتك ذكرتي قبل كده ان هي ركزت على اللي هي عمليه اللي هو اما استخدام سلاح ابيض سكين وما الى ذلك او اله حد او اللي هي استخدام سياره شاحنه للقيام بعمليه الدهس، وده راجع للسببين الرئيسيين. الامر الاول لان اصبحت هناك في صعوبه في عمليه دخول اللي هي المواد المتفجره للدول الاوروبيه بالتحديد، لان الدول الاوروبيه الاجهزه الامنيه بالتحديد شددت واحكمت الرقابه كثيرا على منافذها، خاصه بعد تنامي اللي هي وصول الهجرات اليها من الدول الشرق اوسطيه بالتحديد اللي هي اللي بتشهد عدد من الصراعات والازمات، فاصبح هناك نوع من التشديد على المنافذ، فاصبح في نوع تضييق من الخناق على اللي هو وصول اللي هي المتفجرات الى الدول الاوروبيه. نعم. صحيح هي لن تنجح فيها بنسبه 100% لانه لا يوجد نظام امني كامل محكم 100%، صحيح. لكن استطاعت قدر الامكان اللي هو ان هي تشكل ضغط على تلك العناصر الارهابيه. لذلك اتجهت تلك العناصر الى اللي هي الاساليب اللي هي الاسرع والاسهل والارخص في الوقت نفسه، اللي هو فكره استخدام سياره دهس عدد كبير من المواطنين او استخدام سلاح ابد من عن طريق شخص يقوم بطعن اكثر من شخص في مكان عام. نعم. طيب نروح للاستاذه فابيولا بدوي في باريس. استاذه فابيولا، هل الان اللوم يوجه الى اجهزه الاستخبارات وليس للاجهزه الامنيه؟ لانه زي ما الاستاذ خالد بيتكلم وزي ما بنتكلم انه الموضوع اصبح لا يعتمد على متفجرات وانه الوضع الامني مستقر، ولكن يعني هؤلاء او الاجهزه الاستخباراتيه ينقصها بعض المعلومات عن وجود عقليات متطرفه داخل هذه المجتمعات الاوروبيه. يعني هو بطبيعه الحال هناك بعض اللوم يوجه لاجهزه الاستخبارات، على سبيل المثال أن فرنسا قد أعلنت أنها لم يكن لديها أي علم بوجود خلية إرهابية بهذا الحجم في أسبانيا، بما يعني أن هناك نقص في تداول المعلومة. ولكن مسألة يعني البحث في عقلية المتطرف، لا، الحقيقة أوروبا كلها تقع تحت ضغط نفسي كبير سواء على المستوى الأمني أو على مستوى المواطنين، بما يعني أن هناك أشخاص ليسوا مسجلين، لم يقوموا من قبل بأي عمليات تشير إلى توجهات تميل إلى التطرف، شخص يقود سيارته ليدهس مجموعة من المدنيين أو من العسكريين. في حادث يعني فرنسا الأخير الذي تم فيه دهس 6 من أفراد الجيش من فرقة واحدة، الشخص ليس مسجل، وبالتالي يعني كيف يمكن تتبعه؟ يعني أنا شخصية سليمة تماما، ملفي الأمني سليم، أخذت سيارتي، كنت أسير بسرعة مناسبة، لم يعني أتوقف أو يقوم بإيقافي أي شرطي لتجاوز السرعة، ثم فجأة أزيد السرعة خلال دقيقة أو دقيقتين لأوقع بأكبر قدر من الضحايا. يعني كان هناك توجيه تقصير للأمن وليس للاستخبارات، لأن هناك بعض الحالات كانت الأفراد مسجلة، يعني ربما الجميع يذكر حادث قتل الكاهن في الكنيسة. هذا الشخص كان يرتدي سوار إلكتروني لأنه خطر وممنوع من مغادرة المدينة، صحيح لم يغادر ودخل إلى الكنيسة، ولكن حينما يتوجه إلى الكنيسة وهو شخص مسلم كان يجب تفتيشه. فكان هناك تقصير أمني تم تداركه ربما لصعوبة تفهم يعني ما يفعله المتطرف. ولكن بالنسبة للاستخبارات من الواضح تماما أنه على الرغم من الاجتماعات الهائلة وفي كل اجتماع يتم التأكيد على أنه سيكون هناك تبادل معلومات، فرنسا لم تكن تعلم أي شخص أو وجود أي خلية إرهابية موجودة في أسبانيا. طيب يعني بالرجوع بس لنقطة واحدة قبل أن أتحول إلى الأستاذ خالد، ذكرتي موضوع الكاهن وموضوع الكنيسة وأنه كان لابد أن تقوم السلطات بتفتيشه
كونه مسلما، ولكن يعني هو في اجراءات تفتيش في الكنائس في اوروبا بشكل لا عام؟ لا 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 توجد اجراءات تفتيش في الكنائس الا في وقت الاعياد الكبرى، توضع فقط بوابات الكترونيه. ولكن نحن نتحدث عن قريه عدد سكانها قليل جدا، الشخص معروف يرتدي سوار إلكتروني، بطبيعة الحال كل من في القرية يعلم هذا، أنه تم القبض عليه وقضاء عقوبة وخرج تحت المراقبة، معروف هويته، معروف لماذا قبض عليه، هو خطر مسجل على فيش اس بدليل أنه وهو أعلى درجة من درجات الخطر، بدليل أنه يرتدي سوار مراقبة، يراقب إلكترونيا. فكيف لهذا الشخص المعروف ميوله وتطرفه أن يترك بهذا الشكل، يعني تم الإفراج عنه تحت المراقبة، أن يدخل بهذه السهولة إلى الكنيسة؟ بطبيعة الحال أي كنيسة أمامها شرطي أو شرطيين يعني لا يقوم بالتفتيش، ولكن تحسبا لأي حادث. فوقت الصلاة يدخل لديه سكين، يطعن الكاهن، يقوم بترويع من في الكنيسة، وهكذا. يعني هذا شخص مراقب أصلا. نعم. طيب أنتقل إلى نقطة أخرى تتعلق بالحدود بين الدول الأوروبية واتفاقية برشلونة، لشبونة عفوا، الميثاق الرئيسي لدول الاتحاد الأوروبي. في يونت او في وحده ما بين دول الاتحاد الاوروبي تتعلق بمكافحه الارهاب، وهناك اعضاء من كل الدول يلتقون كل فتره، بل ويكثفون اللقاءات في هذه الايام. مساله تبادل المعلومات بين الدول الاوروبيه هل هي ضعيفه؟ هي المشكله مش عمليه معلومات، هي الفكره الاساسيه. يعني حضرتك عارفه ان الدول الاوروبيه بالتحديد او الانظمه الامنيه في الدول الاوروبيه تكاد تكون هي، يعني يمكن احنا حتى في المنطقه العربيه او في منطقه الشرق الاوسط، يعني احنا يعني اخذنا من المدرسه الاوروبيه في كيفيه اللي هو امن لعمليه تبادل المعلومات وما الى ذلك. هي المشكله الاساسيه في ايه؟ اللي في عمليه التجنيد نفسه. يعني الجماعات الارهابيه يعني بيتم كان في يعني كان بيتم تجنيدها وفق نمطين، كان النمط الاول اللي هو عن طريق اللي هو بطريقه غير مباشره، اللي هو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وما الى ذلك، بيدخل احد الافراد المعتنقين للفكر الجهادي على عن طريق اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع اللي هي الخاصه بتلك الجماعات المتشدده كداعش وما الى ذلك، وبيعتنق الفكر الجهادي وعن طريقه بيتم تجنيده. وده كان مثله لو تتذكر حضرتك، كان اللي هو كان اللي قام بعمليه اللي هو كوبري مانشستر في لندن، اللي هو كان اسمه خالد مسعود، اللي كان من حوالي من 5 شهور. بس التجنيد يا أستاذ خالد، اسمح لي هقطع حضرتك، التجنيد هل هو مازال بهذه السهولة مع مراقبة تامة من قبل الأجهزة الأمنية في كل الدول بتعلن هي عنها لمواقع التواصل الاجتماعي وللفيسبوك ولكل المواقع المشتبه فيها وغير مشتبه فيها كمان؟ ما أنا بتكلم ده النمط الأول اللي كان موجود في فترة، أنا قلت إن كان في نمطين، ده النمط الأول. النمط الثاني اللي ظهر حاليا واللي كشفت عنه التحقيقات بعد أحداث برشلونة، إن وجد إن اللي قام بعملية تجنيد هؤلاء الصبية أو المراهقين اللي قاموا بعمليات الدهس في برشلونة كان عن طريق رؤى إمام المسجد. حتى كانت إحدى الصحف الإنجليزية عملت حوار مع والد المتهمين أو اللي لقوا مصلحهم في الحادثة، قال إن هو كان اختلاطهم كان عن طريق اللي هو إمام مسجد، اللي هو كان حتى كان اسمه عبد الباقي السعدي. اتضح بعد ذلك إن هذا الرجل في الأساس حكم عليه لمدة 2 سنين في أحد السجون بتهمة حيازة مخدرات، وبعد ذلك عن طريق طبعا اللي هو فكرة اللي هو الحجز في مكان واحد أو السجن في مكان واحد اعتنق بأفكار جديدة، اعتنق الأفكار جديدة، يعني حصل فيه تحول تدريجي من مجرم جنائي إلى أصبح إنسان متطرف. الأغرب من ذلك أنه هو كان هو قائم على عملية الدعوة داخل هذا المسجد، وعن طريقه طبعا قدر ان هو يجند هؤلاء الشباب خلال يمكن 2 أو 3 بالتحديد. حتى ان كان والد هؤلاء الشباب قال ان هو خلال بعد رمضان حصل فيه تغير كبير داخل حتى المنطقه نتيجه قدوم هذا الشخص الى هذا المسجد. فانا بتكلم عن فكره ان حضرتك انت دلوقتي في حصل فيه تحول تدريجي في عمليه اللي هو التجنيد، حصل فيه تحول كبير جدا انك انت دلوقتي اصبح عندك في بعض العناصر الارهابيه اللي هي ممكن تعتنق الفكر الجهادي والفكر التكفيري خلال يمكن اسابيع ان لم يكن خلال يمكن ايام.
ويتم من خلال بعد ذلك بيتم القيام بالعمليات الإرهابية، بدليل حتى أن هؤلاء الأولاد لما تم الكشف عنهم اتضح ان في منهم ناس كانوا بيعملوا في احدى النوادي الليليه. يعني فكره اللي هو الاعتناق نفسه، كنا احنا في الماضي او في الدراسات اللي هي السابقه اللي هي اللي يمكن مر عليها يمكن عدد من بضع سنوات، كنا بنقول ان فكره اعتناق الفكر الجهادي بيكون عن طريق يعني بياخد فتره طويله من الاعوام عن طريق اللي هو بيحصل فيه عمليه اللي هو قراءه لكافه اللي هي الادبيات، ثم بعد ذلك اللي هو عمليه تواصل مع بعض القيادات. العمليه بقت سريعه بقى، لكن دلوقتي لا، الوضع اصبح يعني بياخد يعني ان لم ياخد اسابيع اصبح بياخذ عده ايام، ويتم اعتناق الفكر. الادهى من ذلك ان بيتم عمليه التنفيذ اللي هو غسل الدماغ نفسها. حتى ان التحقيقات الحاليه لما اعلنت عنها السلطات الاسبانيه كشفت ان دي كانت تعتبر مقدمه لعمليات كبيره واكبر في اسبانيا كلها كانت هتشهدها هذا العام. فهي دي المشكله. فانا يعني الاجهزه الامنيه هي امام تحدي كبير، هو فكره عمليه الاعتناق نفسه، عمليه ان انت كيف تستطيع منع الجريمه قبل وقوعها، خاصه فيما يتعلق بالفكر المتطرف. انا اعتقد ان الهجمات اللي حصلت مؤخرا في برشلونه دي هتؤدي الى تغيير في الفكر اللي هو خاصه فيما يتعلق بالفكر الامني في كيفيه مواجهه تلك الجماعات. لان دلوقتي اصبح يعني احنا كنا فيما مضى كان عندنا في قاعده تقليديه قديمه خاصه ببيانات بعض العناصر المتطرفه اللي تعودت على السجون مثلا من الثمانينات ومن التسعينات من القرن الماضي وحتى اوائل القرن الجديد. لكن اللي حصل ان انت دلوقتي اصبح في امام اجيال جديده من العناصر طورت المتطرفه طورت اساليبها هي كمان، يعني زي ما الاجهزه الامنيه بتطور اساليبها، الجماعات الارهابيه بتطور كمان وبتسبق. طيب استاذه فابيولا، النقطه المتعلقه بالتعاون ما بين الدول الاوروبيه، طبعا ملف الهجره واللاجئين في الفتره الماضيه بالاضافه الى كيان الاتحاد الاوروبي هو مش في افضل حالاته، يعني في الوقت الحالي خروج بريطانيا، عدم الاتفاق على سياسه موحده ازاء اللاجئين الى اخره، ولكن في ملف مكافحه الارهاب، كيف تتابعين الموقف؟ هل من تحرك جماعي استخباراتي بين الدول الأوروبية المختلفة اللي مفيش حدود بينها دول الشنغن؟ أستاذة فابيولا حضرتك سامعاني؟ طيب مؤقتا حتى تعود لنا الأستاذة فابيولا بدوي بهذا السؤال. طيب هننتقل بما انه احنا كنا ناقشنا هذه النقطة، ننتقل الى نقطة اخرى تتعلق بالجاليات العربية والمهاجرين بشكل عام واوضاعهم في الفترة الأخيرة. ربما يكون جزء من سؤالي الأستاذة فابيولا هي وضع الاتحاد الأوروبي او دول الاتحاد الأوروبي اللي مش في افضل حالاته في هذه المرحلة نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية كثيرة. هل وضع هؤلاء أيضا في النازل أو في حالة سيئة مما دفعت أنهم ينضموا بسهولة أو بهذه السهولة اللي حضرتك تفضلت وشرحتها إلى جماعات متطرفة؟ لا، هو أولا الجاليات الإسلامية والعربية بالتحديد في الدول الأوروبية أنا ما أقدرش أقول إن هي يعني كلها بتنحى نفس هي مش جاليات، أنا كنت أقصد يعني المهاجرين بشكل عام. المهاجرين لا، هو بيتم استقطاب مين؟ هو أصلا في مشكلة أو في أزمة هوية داخل تلك الجاليات أو تلك العناصر المهاجرة أو حتى في اللي هو الجيل الثاني والجيل الثالث من اللي ولد في الدول الأوروبية. هو فكرة الهوية نفسها، بمعنى إن بيجي الفرد ده أو هذا المواطن بيجد نفسه غريب على المجتمع الأوروبي اللي اتولد فيه، يعني بيجد نفسه نوع فكرة عملية ممكن تسميه مش اندماجي بشكل كامل، وده رجع طبعا للتنامي وظهور اللي هو اليمين المتطرف في أوروبا كلها اللي عمل عملية تمييز وعمل عملية فصل. وحتى كمان ده برضو لا يمكن عزل مثلا ما حدث في أوروبا عن ما حدث في أمريكا في ولاية فيرجينيا نتيجة اللي هو اليمين المتطرف وما إلى ذلك. فبيجد نفسه أنه هو لم يندمج بالشكل الكامل داخل المجتمع الأوروبي اللي المفروض أنه هو بيحمل جنسيته. عندما يحاول أو يرجع إلى البحث عن هويته الأصلية سواء كان إما مغربي أو تونسي أو سوري أو عراقي،
بيجد حتى نفسه يعني مرفوض من جانب تلك المجتمعات، على اعتبار ان تلك المجتمعات العربية بتنظر له ان هو قادم اسير تقاليد وعادات غربية غريبة على المجتمعات الشرقية. فبنجد ان هو بيتجاذبه الناقدين، لذلك بيكون هذا الشخص بيكون عرضة او فريسة سهلة في يد اللي هي العناصر اللي هي اللي بتقوم بتجنيد هؤلاء الشباب، وخاصة ان هم بعض الدعاة فبيلجأ اليه. المعروف ان هذا الشخص اساسا يعني معلش يعني في المصطلح اللي هو بيكون ايمانه ضعيف، يعني ما عندوش اللي هو فكره اللي هو العمق في الدين. فمن ثم بيكون عرضه اللي هو فكره اللي هو تقبل اي فكره، تقبل اي راي حتى ولو كان متطرف. بس يعني اعتقد الفكره كمان بتبقى متعلقه بكره المجتمع اللي هو بيعيش فيه، وهو ده الغريبه يعني هو عايش في مجتمع كرهه لدرجه ان هو ممكن يستقل حافله ويقوم بدهس الناس بهذا الشكل، خاصه انه مش بيستهدف ناس بعينهم. انا مع حضرتك، بس في نقطه مهمه، ما هو عشان احنا مش نعمل عمليه اللي هو فكره هو تعميم على كافه اللي هم المهاجرين. يعني مثلا نسبه او عدد الافراد اللي اتجهوا الى الفكره او اعتنقوا اللي هو الاتجاه المتطرف وقاموا بتنفيذ تلك العمليات، انا ما اقدرش اقارنها في عمومها بمثلا بنسبه او عدد الجاليه العربيه او الجاليه الاسلاميه اللي مقيمه في اوروبا كلها. في نماذج مشرفه في الجاليه العربيه والجاليه الاسلاميه في اوروبا، وفي نفس الوقت في نماذج سيئه وتسيء الى الاسلام والى العرب والى المسلمين. هي الفكره كلها ان انت عادتك فكره لا النسبه وتناسب. فعشان كده انا بقول ان فكره او اللي هو موضوع الجاليه العربيه او الجاليات الاسلاميه اللي موجوده حاليا في اوروبا، هي حاليا بتعاني اللي هي فكره اللي هو عمليه الاضطهاد من جانب اليمين المتطرف. حتى احنا لاحظنا ده ان حصل في نوع من اللي هو طيار مضاد اخر او عنف مضاد اخر. كان ابرز سماته ما حدث في شهر رمضان الماضي في لندن، عندما تم ايضا دهس عدد من المصلين اثناء خروجهم من مسجد في لندن عن طريق احد اللي هو الافراد اللي هو بيتبعوا اللي هو اليمين المتطرف في بريطانيا. فانا بتكلم ان احنا عندنا في فكره اللي هو يمين متطرف ويواجهه يمين متطرف اخر، اللي هو سواء من يمين متطرف من العناصر الاسلاميه او يمين متطرف من العناصر الاوروبيه. يعني في كلا الحالتين نحن امام تطرف. هي المشكله سواء تطرف من اليمين المتطرف في اوروبا او من العرب. استاذه فابيولا عادت الينا من جديد، تسمعينا هذه المره؟ نعم. طيب كنت بسأل حضرتك عن التعاون الاستخباراتي بين دول الاتحاد الأوروبي، موضوع أنه هذه الدول محكومة باتفاقية شنغن لحرية التنقل، مع كمان الوضع في الاعتبار أنه الاتحاد الأوروبي مش في أفضل حالاته في هذه المرحلة، لا من ناحية الاقتصادية ولا من ناحية التوحد أو الالتقاء في الرؤى حوالين قضايا بعينها زي قضايا اللاجئين مثلا على سبيل المثال. لكن ملف الإرهاب، هل من تعاون من خلال متابعة حضرتك كافي أو جيد ما بين الدول لدرء أي احتمالية لعمليات إرهابية أو ربما التقليل من مخاطر هذه العمليات؟ يعني بالطبع أنه في تعاون، يعني لا يمكن إنكار أن هناك قدر من التعاون. يعني هناك صعوبات، نعم هناك صعوبات، ربما كما ذكرتي بسبب وضع دول الاتحاد، دعينا من الخروج البريطاني، يعني هو سيصب خسائره في كلا الجهتين، ولكن هناك الحدود المفتوحة، هناك سرية المعلومة، هناك خصوصية خاصة بكل بلد. يعني أنا أتصور أنه لا يجوز تبسيط مسألة الإرهاب في أوروبا بمجرد عناوين فضفاضة. لماذا يتطرف هذا الشاب كراهية اليمين المتطرف؟ لا يمكن أن يدفع شباب للتطرف الإسلامي. يعني الواقع أن العكس هو الصحيح. العمليات الإرهابية هي من صعدت اليمين المتطرف. نتحدث عن يعني طيار على سبيل المثال في فرنسا ظهر في السبعينيات، لم يكسب على الإطلاق، بدأ يتنامى على حساب أن هؤلاء هم المهاجرين أطرون. فكرة الاضطهاد هي فكرة يعني من الصعب أن نتحدث هكذا. لكل بلد فرنسي المشكلة خصوصيته، وهذا يجعل التبادل المعلومات صعب. على سبيل المثال دول أوروبا كفرنسا كإيطاليا في الجنوب، المواطن الفرنسي لديه قابلية لتقبل بعض يعني القبضة الأمنية لحد ما. على النقيض المواطن الألماني
سواء ضرب أو لم يضرب لا يمكن، لدي حساسية شديدة جدا لوجود الجيش والشرطة في الشوارع، لديه حساسية دائمة، حتى أنه يتوجه إلى متجر فيقول له حارس أمني هل يمكن تفتيش الحقيبة، حقيبة اليد مجرد فتحها يثير حساسية لدى المواطن الألماني. وبالتالي يعني حينما تراعي دولة مثل ألمانيا هذه الحساسية بطبيعة الحال هي لا يمكن أن تتجاوب لقدر كبير في تبادل المعلومة إلا في نطاق الذي لا يعني لا يجعل الشعب يصور. فرنسا أيضا لديها تعقيدات، يعني للأسف أن كل حل يجد تعقيدا مخالفا. على سبيل المثال ويعني ربما هذا بعيد عن موضوع الاستخباري، وزير الداخلية أعلن أنه يريد استنفار الأطباء النفسيين سواء في المستشفيات أو في المعاهد المتخصصة، لأن الإرهابي لديه اضطرابات نفسية، يعني هذا التطرف يعكس اضطرابات نفسية. قامت الدنيا في فرنسا منذ يعني أمس واليوم ولم تقعد، لأن أين سرية المعلومة؟ الطبيب يجب أن يحافظ على أسرار مرضاه، فإذا ما توخى أن لديه اضطراب نفسي ميال للعنف هل يعني أن يبلغ الأجهزة؟ هذا يعيق تبادل المعلومة حتى داخل البلد الواحدة. نعم. بس هناك تعاون. نعم. نعم هناك تعاون. طيب ولكن لدى كل بلد ما يقيدها طبعا خصوصيتها، بس في أن تكون أنا يعني تبادل أحياناً المعلومات بلا طيب حدود. أنا أحيانا أقف حائرة أمام الإجراءات اللي بتتخذها الدول الأوروبية المختلفة الحقيقة، يعني لأنه بينما حضرتك بتقولي من متابعاتك أنه الألمان مثلا يشعرون ببعض الضيق عندما يقوم حارس مثلا بتفتيش حقيبتهم، ولكنهم وافقوا على ما أعلنته أنجيلا ماركل من أنه جميع المواقع الإلكترونية تحت الرقابة مثلا، وأنه الأجهزة الأمنية تراقب الحسابات الشخصية للفيسبوك وتويتر وكل المواقع التواصل الاجتماعي. فيعني طب هو ده نوع من سلب الحرية. لا لا عفوا، هي تراقب طبقا للمفردات، بمعنى أنها يعني لا يمكن أن تدخل على حسابي الشخصي أي جهة غير مخول لها وغير مسموح، ولكن هي تراقب مفردات بعينها، قتلة يقتل، قنبلة، كراهية، تحريض، هي تراقب مفردات، في حال وجودها تقتحم الصفحة، ولكن في الأحوال العادية لا يمكن أن تراقب ولا يمكن أن تسمح الشعوب الأوروبية يعني بمثل هذا التقييد للحرية. هي تراقب طبقا للمفردات، وبالتالي طالما أنا مواطنة يعني لدي درجة من السواء لا أستخدم مفردات مريبة لن يتم يعني دخول على حسابي، ولهذا يقبل يعني يقبل المواطن، لأنه في كل الحالات ما دام يستشعر أنه مواطن سليم لن يراقب. الحساسية توجد حينما يدخل متجر وهو مواطن سليم ويجد من يقوم بتفتيش حقيبته أو من يقوم بحقيبة زوجته. ما هو نفس الوضع. الحساسية. طيب ما هو نفس الوضع. الحساسية هذه ليست موجودة في فرنسا. طب ما هو نفس الوضع. الفرنسيين يحبون جدا تفتيش الحقائب. تمام يا أستاذة فابيولا. طيب نفس الوضع في المطارات، يعني هو المواطن يعني خلاصة الكلام أو الكونكلوجن اللي احنا عايزين نصل إليها إنه أحيانا المواطنين أو أحيانا الشعوب هي التي تعوق السلطات. ده اللي أنا فهمان. ثقافة الشعوب. ثقافة الشعوب تعوق. نعم. السلطات من اتخاذ خطط أمنية بعينها. أحيانا. صحيح؟ أحيانا. طيب. نعم. أنا بشكر حضرتك أستاذة فابيولا، شكرا جزيلا. أستاذة فابيولا بدوي المحلل السياسي، حدثتينا مباشرة من باريس العاصمة الفرنسية. شكرا لطرحك ومشاركتك معنا اليوم في هذه الحلقة المتجهة شمالا. سريعا أعود إلى الأستاذ خالد، وهذه النقطة، هل ما زالت السلطات الأوروبية بشكل عام مقيدة كما تقول الأستاذة فابيولا ببعض ما يطالب به الشعوب، وهل لا تستطيع أنها تقوم بتغيير القوانين الخاصة بها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار داخل البلاد؟ هي الحكومات الأوروبية بتواجه هي أزمة اللي هو فكرة الرأي العام، إن دايما الرأي العام دايما بيكون ليه توجه عكس دايما اللي هو توجه الحكومة. يعني عندما تتوجه مثلا وزير الداخلية أو اتجاه اللي مثلا على سبيل المثال في فرنسا عندما تم طرح مشروع قانون يقضي به اللي هو سحب الجنسية الفرنسية عن أي فرد يتم اتهامه أو انضمامه إلى الجماعة الإرهابية،
حصل في نوع من المظاهرات رافضة لمثل هذا القانون. وبالفعل يعني حتى الآن احنا مثلا نلاحظ ان حتى لم يتم اقراره حتى من جانب الجمعية الوطنية الفرنسية. كذلك الحال حتى في لندن، يعني مؤخرا من حوالي من شهرين كان في مشروع قانون تقدمت به وزيرة الداخلية البريطانية ايضا من اجل سحب الجنسية، لكنها في الوقت ذاته حددت بعض الضوابط، قالت على سبيل من ضمن الضوابط اول شيء انه يكون في جنسية اخرى مع هذا المتهم مثلا، يعني ما يكونش جنسيته الوحيده البريطانيه، يعني يكون الاعتبارات اللي خاصه بحقوق الانسان. هي فكره ان المجتمعات الاوروبيه اولا راسخ لديها قيم يعني تربوا عليها على مدار عدد من السنوات. المشكله الاساسيه ان تلك القيم اصبحت الان تقف حجر عصر امام المتغيرات اللي بتشهدها المجتمعات الاوروبيه نتيجه تنامي موجات الهجرات من دول الشرق الاوسط الى تلك المجتمعات الاوروبيه، فاصبح هناك متغير، يعني اصبح هناك ثابت اللي هي القيم الاوروبيه اصبحت ثابته، لكن اصبح هناك متغير اللي هي فكره اللي هو وجود عناصر اخرى غير منتميه للقيم او للثقافه الاوروبيه وفي نفس الوقت تمارس بعض الاعمال الارهابيه اتجاه هؤلاء المواطنين الاوروبيين. علشان كده احنا بنلاحظ حتى ان التيار اللي هو اليمين المتطرف في عدد كبير من الدول الاوروبيه صحيح ان لم يكن حقق نجاحا او فوزا في عدد من الانتخابات في عدد من الدول الاوروبيه الا انه استطاع ان يحتل المرتبه التاليه في عدد من الدول الاوروبيه. وده يعتبر مؤشر يعني انا اتوقع ان هو هيكون ليه على المدى البعيد تأثير كبير جدا. أشكرك الأستاذ خالد عبد الخالق جدا على تشريفك لينا في استوديو الاتجاه شمالا هذا الأسبوع. وسريعا جدا أتحول إلى جولة سامح شكري وزير الخارجية روسيا وليثوانيا وإستونيا. الهدف طبعا هو السياسة الخارجية المصرية وتدعيم العلاقات بيننا وبين الثلاث دول، وأيضا للدفع بالسفيرة مشيرة خطاب لمنصب المدير العام لمنظمة أو الترشيح لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو خلفا لإيرينا بوكوفا. جولة أوروبية شملت كلا من روسيا وإستونيا وليتوانيا قام بها وزير الخارجية سامح شكري خلال الأسبوع الجاري، استهدفت تعزيز علاقات التعاون البناء مع الدول الثلاث، فضلا عن الترويج للسفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر وإفريقيا لمنصب مدير عام اليونسكو. كما سلم شكري خلال الجولة رسائل خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رؤساء الدول الثلاث. وبدأ وزير الخارجية جولته بزيارة روسيا حيث التقى عددا من المسؤولين في مقدمتهم نظيره الروسي سيرجي لافروف، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومكافحة الإرهاب. وأوضح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي أن زيارته لموسكو تأتي بعد عدة أشهر من انعقاد اجتماع وزيري الخارجية والدفاع بصيغة 2-2 بين مصر وروسيا في القاهرة لتؤكد عمق العلاقات بين البلدين، معربا عن تقديره لمستوى الاستراتيجية القائم بين مصر وروسيا، خاصة وأن مصر تعد من بين 6 دول على مستوى العالم التي ترتبط بحوار استراتيجي مع روسيا وفقا لهذه الصيغة. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي محورية الدور المصري في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وإنهاء حالة الانقسام، كما أكد الوزيران أهمية استمرار التعاون والتنسيق المصري الروسي في ملف الأزمة السورية. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد شكري أهمية الحفاظ على حل الدولتين باعتباره يعكس التوافق الدولي القائم لحل القضية الفلسطينية والتسوية النهائية للنزاع. وقد توجه وزير الخارجية إلى إستونيا عقب اختتام زيارته لموسكو، وذلك في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إستونيا ودول البلطيق بشكل عام مع تنامي دورها كقوة مؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي. والتقى شكري خلال الزيارة بعدد من المسؤولين على رأسهم رئيسة إستونيا كريستي كلاجولايد التي أعربت عن تقديرها لمصر قيادة وشعبا، منوهة إلى محورية الدور المصري في تعزيز الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وإفريقيا وفي مواجهة ظاهرة الإرهاب. وفي آخر محطة من جولته الأوروبية عقد وزير الخارجية لقاءات في ليتوانيا مع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيسة البلاد داليا جريبوسكايتي ورئيس وزرائها، تركزت على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات وتنسيق المواقف بمختلف المحافل الدولية.
وسريعا للتعليق والمشاركة دكتور أشرف الصباغ المحلل السياسي مباشرة من موسكو العاصمة الروسية. تحياتي لك دكتور أشرف. ماذا عكست زيارة سامح شكري إلى موسكو ضمن جولة له في دول البلطيق؟ يعني في المقام الأول هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم لأن المنطقة مشتعلة بالأزمات وبالخلافات وبالإرهاب، وبالتالي جولة سامح شكري وزير الخارجية المصري لثلاث دول أوروبية على رأسها روسيا تعكس أولا عمق العلاقات المصرية الروسية من جهة ومساعي الدبلوماسية المصرية لفتح قنوات سواء رئيسية أو فرعية من أجل ترويج وتسويق ملفات مهمة، وعلى رأسها وجود مصر في المحافل الدولية، وكما جاء في التقرير بشأن السيدة مشيرة خطاب وكمديرة لمنظمة اليونسكو. ولكن زيارة روسيا تحديدا كانت مهمة بشأن الملفات، وخاصة بشأن الملفات التي طرحت فيها، ويبدو أن موسكو كانت مهتمة في قضايا المنطقة وبالأزمات أكثر من الملف الثنائي، على الرغم من أن القاهرة تولي اهتماما شديدا بالملفات الثنائية ومسألة عودة الطيران والسياحة الروسية إلى مصر وكافة المشروعات الأخرى، ولكن وسائل الإعلام الروسية اهتمت كثيرا بالملفات الإقليمية أكثر من العلاقات الثنائية، وأعتقد أن دور الدبلوماسية المصرية هنا هو المهم بل والأهم من أجل إعادة القارة مرة بعد مرة من أجل فتح قنوات بهدف ترويج الملفات المصرية الثنائية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف الصباغ المحلل السياسي، حدثنا مباشرة من موسكو العاصمة الروسية، والشكر دائما موصول لكم مشاهدينا الكرام لمتابعة حلقات الاتجاه الشمالي. نلتقي بكم الأسبوع القادم في ذات الميعاد. إلى اللقاء.